ال110 المسؤولة عن تشغيل الجهاز موجودة، يعني بنقيس 110 بنلاقيها موجودة. معظم الفولتيات المطلوبة برضو موجودة، حتى ال5 فولت برضو موجودة، ومع ذلك الجهاز مش عايز يشتغل. ايه علاقة الفيرتيكال بان الجهاز ما يشتغلش؟ وايه علاقة المقاومة المتغيرة او المتحركة او البواط زي ما في ناس كتير قوي بتسميه، وايه علاقته بان الجهاز برضو ما يشتغلش؟ اللي نعرفه عن الاجهزة الصيني لما بتكون الفولتيات كلها تمام والجهاز بيبقى شغال بالوضع الطبيعي بتاعه، اول ما بنوصله بالكهرباء المفروض بتضغط على زرار معين في الزراير بتاعت التلفزيون، بيقوم الجهاز يفتح ويشتغل معاك تمام، او بتضغط على الزرار الاحمر اللي بيبقى موجود في الريموت. المهم ان حضرتك بتدي امر للجهاز انه يشتغل، ومع ذلك الجهاز بيشتغل. ولكن المشكلة اللي معانا النهاردة الجهاز مش عايز يشتغل، والمشكلة اصلا موجودة في حاجة ممكن ما تخطرش على بالك، ولكن انا مش هقولك شيل دي وحط دي والجهاز كده اشتغل، لا خالص. انا هصلح الجهاز معاك من البداية للنهاية، علشان ممكن يكون معاك نفس العطل ولكن المكون اللي هتغيره حاجة غير اللي احنا هنغيرها في الفيديو ده. ولكن مش كفاية بس ان اقولك شيل دي وحط دي بس، لا، كفاية قوي ان انا اقولك انا عملت العطل ازاي وتتبعت العطل من البداية للنهاية ازاي. اول حاجة انا لما بيجيني جهاز زي كده عطلان، طبعا مش هقولك اسم التلفزيون لانه مش هيفرق، ولكن كله بوردة واحدة، الاجهزة الصيني كلها بوردة واحدة ونظام واحد، يعني اللي هتعمله في ده هتعمله في ده، فسيبك من اسم التلفزيون والكلام اللي احنا عارفينه. تختلف لكن لما يكون توشيبا، لما يكون مثلا بوردة مختلفة عن البورد الصيني اللي احنا عارفينها. ولكن خلينا نكمل الفيديو عشان ما اطولش عليكم. اول حاجة بيبقى عندك كابل خارجي، عشان برضو الكابل اللي هو بيبقى موجود في الشاشة قصير، فمش هيطول معاك، مش هيديك الحرية الكاملة انك تشتغل في الجهاز براحتك. بنوصل فين؟ في الكهرباء، تمام. ونجيب الافو اللي احنا هنشتغل بيه. انا عايزك تركز معايا علشان الكلام ده محدش هيقوله لك خالص، ولا حد هيقول لك عليه، ولا حد هتعرفه من اي فيديو تتفرج عليه في اليوتيوب. الكلام اللي انا اقولك عليه ده كلام مهم جدا جدا وهيفيدك ان شاء الله باذن الله. ولكن قبل اي حاجة عايزك تصلي على النبي محمد عليه افضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدأ الفيديو. اول حاجة هنعملها هنوصل الجهاز بالكهرباء، مثلا السيريا ايا كان، نقول بسم الله. احنا دلوقتي وصلنا الجهاز بالكهرباء، ونحط الارض بتاع الافو في الارض بتاع الجهاز اللي هو بيبقى علبة التيونر، اللي هو المكان اللي بنحط فيه الارض بتاع الاريال يعني. والكهرباء معايا، وعينك على الافو وعينك على المؤشر الاحمر اللي في ايديا ده، وركز معايا كويس. دلوقتي احنا مثلا بنيجي نشوف ال110، عشان ما توهكش كتير واقول لك ال110 تجيبها منين والكلام ده كله، ركز معايا كويس. هنا بيبقى فيه اي سي اللي هو تلات اطراف، تلات رجول يعني، بيبقى موجود ومربوط في الناحية دي، هو الوحيد اللي بيبقى في الناحية دي بتلات اطراف، احنا قلنا عليه ترانزستور اللاين يا جماعة وكلنا عارفينه. بيبقى ليه تلات رجول، الرجل اللي في النص هي اللي بنحط عليها الافو، بتظهر معانا ال110 112، المهم ال110 موجودة معانا وتمام مش ناقصة يعني. طب كويس، طب ال110 موجودة، كويس جدا جدا. الجهاز كاتم معانا باور ليه؟ ما هو المفروض لو الفولت 30 ولا 40، اللي هي ال110 مثلا جاية 50 40 كده يعني، كنا بنقول مثلا يا عم غير طقم المكثفات، لا. طب يا عم غير المقاومة المتحركة، لا. طب يا عم ارفع الفيرتيكال، اللي ممكن يكون هو اللي مخلي الجهاز كاتم برضه مثلا، بيبقى مثلا حاجة من دول، تمام. انما لما بيكون ال110 موجودة والفولت كله موجود مثلا، او بعض الفولتات كلها موجودة بس الجهاز مش عايز يقوم، طب ما تيجي نقيس مثلا نشوف الخمسة فولت موجودة ولا مش موجودة. اهي الخمسة فولت موجودة، يعني الخمسة فولت اللي هي بتاعت اللمبة بتاعت البيان موجودة، بتاعت الاي سي سيستم الكبير. طيب مثلا تعال نقيس الفولت اللي المفروض بيبقى رايح لاي سي الصوت. اي سي الصوت يا جماعه وركزوا معايا، اي سي الصوت اهو، تمام. نشوف الاي سي الصوت موصل له كهرباء ولا مش موصل له كهرباء، اهو اي سي الصوت
وصله كهربا وتمام. طيب يا عم امال ايه المشكلة؟ طب يلا طيب نشيل الفيرتيكال، لا ممكن يكون هو اللي كاتم في الباور مثلا وعامل المشكلة دي. ما ممكن يكون الفيرتيكال بايظ، فهو مخلي الجهاز مش عايز يقوم مش عايز يشتغل. طيب نعمل ايه؟ هنرفع اي سي الفيرتيكال، وانا شخصيا عندي احساس كبير ان مش اي سي الفيرتيكال اللي بايظ، ان في حاجة تانية. طب هنعرف الحاجة التانية دي ازاي؟ نحط الفولت طبعا، عندك الثلاث اطراف اللي هم الاخرين دول، هم اللي طبعا اي سي الفيرتيكال باربعة قدام وثلاثة ورا. الاربعة الثلاثة اللي ورا دول، واحدة في النص بتبقى ارضي ماشي، والاتنين التانيين بيبقوا ايه؟ كهربا. يعني المفروض اللي من هنا دي تقيس معايا 24 فولت، تمام؟ اللي هنا دي المفروض تقيس معايا 24 فولت، هي ولا راضية تقيس 24 ولا أي حاجة، ولا اللي هناك راضية تقيس أي حاجة، تمام؟ يعني في مشكلة. لما بتيجي تقيس على الأي سي بتاع الفيرتيكال الفولت بتاعه وتلاقيه مش موجود، أول حاجة بتعملها إيه؟ بترفع اي سي الفيرتيكال. بس قبل ما نرفع اي سي الفيرتيكال برضه بنبص بص على حاجه تانية، برضه بنخلي كل حاجه متوصله، ونيجي نشوف الاثنين دول الطرف الاولاني والطرف الاخير واخدين كهربا منين. يعني ايه؟ مين اللي مصدر اللي مديلهم؟ جايبين منين كهربا؟ من اين لك هذا؟ بتتابع المسار وتشوف المقاومه اللي موصله له الكهرباء. يعني مثلا لما نيجي نركز كويس، ادي واحده اهي، طرف اهو، والطرف ده في ديود واخد من هنا موصل للناحيه الثانيه، الناحيه الثانيه اللي هي مديه لمين؟ مديه الطرف الثاني. يعني الطرف ده وده متصلين ببعض من خلال اللي هي الديود اللي هنا ده. طيب ايه اللي مدي الجزء اللي هنا ده؟ المقاومه دي. طب المقاومه دي من هنا يا عم ما عليهاش غير يا دوب 1 فولت، يعني يعتبر ما عليهاش، احنا بنتكلم في 24 فولت وانت بتقول 1 فولت. طيب يعني ما عندكش مشكله، بنيجي نقيس الرجل الثانيه للمقاومه اللي المفروض الطرف الثاني اللي هنا ده. الله، ايه يا عم امال ايه ده؟ ال 26 فولت موجوده هنا والناحيه الثانيه مش موجوده. طيب اول حاجه هنعملها قبل ما نرفع اي سي الفيرتيكال اللي احنا شاكين فيه، ما انا برضو عايز اقول لك على حاجه، خليك فاكر ان ممكن يكون المقاومه سليمه والفولت واصل من هنا وجاي هنا وواصل موجود هنا وموجود على اي سي الفيرتيكال، ولكن كاتم الفولت بتاع الباور اللي المفروض 110 تبقى موجوده، لا ما يخليهاش موجوده. فانا عايزك تركز معايا كويس في الكلام اللي انا هقول لك عليه. اول حاجه هنعملها ايه؟ هنرفع المقاومه نفسها اللي واخده الكهرباء من الباور، وركز في الكلام اللي انا بقولك عليه ده، من الباور، واخده الكهرباء من الباور ومدياها الاي سي الفيرتيكال عشان اي سي الفيرتيكال يخلي الجهاز يقدر يتنفس لان هو كاتم على نفسه. طيب حاجه تانية برضو عايز اقولك عليها قبل ما نعمل الكلام ده كله، والحاجه دي مهمه جدا جدا جدا. اي سي الفيرتيكال، وممكن اكون انا قلت في الفيديوهات اللي فاتت، ولكن لو ما قلتش ان شاء الله باذن الله المعلومه هتوصل لك دلوقتي، بس ركز معايا. ده اي سي الفيرتيكال. النهارده انا معايا اي سي فيرتيكال في البورده دي واخد كهربته من الباور، يعني الباور هو اللي مدي الاي سي بتاع الفيرتيكال الكهرباء. ممكن يقابلك في بعض الاجهزه الفيرتيكال واخد الكهرباء بتاعته من اللاين، ركز كويس، الفيرتيكال بيبقى واخد الكهرباء بتاعته من اللاين. اهم حاجه بقى ايه؟ انا لا ليا دعوه ولا باللاين ولا بالفيرتيكال ولا بالجن الازرق، انا ليا دعوه الفيرتيكال نفسه بياخد كهربته من مين، انا ده اللي اعرفه. اقعد بقى ايه تتبعه من هنا، امشي بقى معاه وشوف هيوديك فين، يا رب يوديك فين. المهم هو المكان اللي هيوديك عنده ده هو اللي بيوصل له الكهرباء، تعرف بعد كده تحل مشكلتك مع المكان اللي احنا ايه اللي احنا بنلاقيه. اما قصه مثلا ما فيش الا المكانين دول والكلام ده كله، سيبك من الكلام ده كله، ركز معايا كويس. اي سي الفيرتيكال، سيبك من ان هو بياخد من اللاين او من الباور او من اي مكان، اهم حاجه انت تابع الحاجه اللي معاك وافضل ماشي معاها خطوه خطوه. زي مثلا اهي رجل، شوف الحته دي كده كلها تبع الرجل اللي هنا دي، تبع الرجل اللي انا حاطط عليها ايه الافو، يبقى خلاص، يبقى ايه اول حاجه هنا ده خلاص، يبقى انزل تحت هنا شوف عليه كهرباء وهنا ما عليهوش كهرباء، يبقى المقاومه دي بايظه ما فيش كلام تاني، ما تتعبش نفسك. طب يلا يا عم عشان ما اطولش عليكم، هغير المقاومه دي، هفصل الجهاز عن الكهرباء كده، تمام؟ هنرفع المقاومة نفسها من على البورد. قبل ما اشيلها هوريكم هي بتبقى موجودة فين. من هنا المقاومة يا سيدي اهي، هي المقاومة دي بص اهو شايف، واخد الكهرباء من الباور، تمام، مكثف من دول موصل لها من ديود، واخد الكهرباء بتاعتها مدياها لمين؟ لاي سي الفيرتيكال على طول. طب يلا بقى نشيل المقاومة دي كده من مكانها، نمسكها بايدينا كده
ونجيب الكاوية بتاعتنا وهنعمل كده. وعشان ما اقعدش اقول لك لون وقيمة والكلام ده كله واتعبك معايا، لا انت هات لي اي بوردة، نفس البوردة، اي بوردة تكون زيها وفي نفس المكان بالظبط، هتطلع نفس المقاومة اللي هي بالشكل ده اهو. احنا جبنا مقاومة اهي، ولكن هي مش نفس اللون، خلي بالك مش نفس ايه، مش نفس لونها، ولكن هي جاية من نفس المكان ونفس المصدر، وكمان بتبقى شايلة نفس الفولت، 24 فولت. تمام كده، احنا ايه هنركب المقاومة دي كده وهنجرب وهنشوف يا ترى الفولت هيوصل لاي سي الفيرتيكال والجهاز هيقوم معانا ويشتغل ولا في تلاكيك تاني. كده تمام، انا ركبت المقاومة، لحمتها وكله تمام ومش ناقص غير على التجربة اللي احنا المفروض هنوصل الكهرباء كده ونقول بسم الله. ولكن برضو اديني معاكم بالافو ونشوف الدنيا فيها ايه. بسم الله، الجهاز قام معانا واشتغل تمام. نشوف ال 24 موجودة اهي على اي سي فيرتيكال، موجودة اهي، ومن الناحية التانية زي ما قلت لكم اهي موجودة. يبقى كده الجهاز قام معانا واشتغل بفضل الله تعالى، وكلها حاجات بسيطة جدا على فكرة، حتى اي سي فيرتيكال ما رفعناهوش من مكانه. لو بصيت وظهر معاك خط بعد المشكلة دي، وظهر معاك خط بعرض الشاشة تمام، كل اللي عليك هتعمل ايه؟ بكل بساطة هترفع اي سي الفيرتيكال اللي هو ده بس كده، وهتركب واحد جديد وخلصت الحكاية دي كل الحكاية. تعالوا كده نلف لفة مع بعض ونشوف الشاشة من قدام كده اهو. بس كده الجهاز اشتغل الحمد لله والمشكلة اتحلت ببساطة. اهم حاجة ان انت تكون فهمت المشكلة، ويا ريت لو في حاجة وقفت معاك ولا في حاجة انت مش فاهمها اكتبها لي في تعليق علشان كل المعلومة توصل لك كاملة. بس كده واشكركم على المشاهدة، كده اكون وصلت لنهاية الفيديو. اوعى تنسى تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان توصلك كل فيديوهاتنا الجديدة، وما تنساش تعمل لايك للفيديو لو الفيديو عجبك. وشكرا، احلى متابعين في الدنيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.